العاشق المتيم توت عنخ آمون ورمسيس ونفرتيتي صحابه ولاد خالتي. كان راجل منظف كده وقلت لها تعالي قطع راسها ونزلها تاني والوزه مش واخد شعر رمسيس شنق نفسه. طب وتقول لي هو مفيش لعنه؟ نجح في قتل الملك. يعني وصلتوا للقاتل. وصلنا للقاتل. بطل الفقره دي هو الفستان. كلمه حلوه وكلمتي حلوه يا بلدي. لم يسبق لاي كاميرا مصريه ان دخلت هرم سقاره من قبل. معكم منشز الأحد الساعة 11 مساء على CBC.